اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. نقرأ لكم كتاب زيارة جديدة للتاريخ للكاتب محمد حسنين هيكل بصوت مروى مدين. إهداء إلى هؤلاء الذين يملكون الجرأة على مراجعة المألوف والمعروف وأنفسهم، محمد حسنين هيكل. مقدمة. هذا الكتاب على نحو ما كتاب سعيد الحظ، فقد جرت كتابة فصوله سنة 1985، وفي ظروف الانتهاء من عمل قدمته للنشر الدولي وبداية التركيز على عمل تال بعده في نفس المجال. وطبقا لقواعد النشر الدولي، فإنه لا بد أن تنقضي فترة سنتين بين نشر عمل وبين جديد وراءه، حتى يأخذ السابق فرصته دون أن يزاحمه من نفس الكاتب لاحق يغطي عليه أو يزيح. كان هذا الكتاب إذن فترة استراحة بين سفرتين، وفي هذه الاستراحة وبينما رحت أقلب بعض الملفات والأوراق استعداداً وتأهباً للجديد، صادفت مذكرات وخطابات وصوراً عادت إلى الذاكرة ساعات سبقت عشت فيها مع بعض من قابلت، وتداعت مواقف ومشاهد، وخطر لي وأمامي فسحة من الوقت أنني أستطيع أن أستعيد وأتأمل بل وأتحاور من جديد في الضمير مع كبار أتاحت لي الظروف فرصة أن أتعرف إليهم وأحاورهم وجها لوجه. وكذلك اخترت 6 شخصيات وجدت ما يخصها جاهزا أمامي، ثم رحت أكتب عن أيام معها، واخترت للفصول عنوان زيارة جديدة للتاريخ، وشرحت قصدي في مقدمة مهدت بها. ثم كان مفاجئا لي أن هذه الفصول التي كتبتها في فترة استراحة صادفت حظا حسنا لدى جماهير القراء في العالم العربي، حتى صدر الكتاب الذي جمعها في 12 طبعة خارج مصر، فقد كان النشر الأول يومئذ في بيروت في ظروف كانت تعترض النشر لي في مصر التي كتبت منها طول الوقت ولم أغادرها بصرف النظر عن المحظورات. ثم حدث بعد أن تغيرت الأحوال أن صديق الأستاذ إبراهيم سعدة، وهو وقتها رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، اطلع على هذه الفصول، فإذا هو ينشر بعضها على حلقات في جريدته الأوسع انتشارا، وراحت نسخ من الكتاب تصل إلى مصر. رحت وتلقى رسائل كثيرة من قراء أصدقاء اهتموا بما قرأوا، ثم زاد فضلهم فكتبوا بما رأوا، وخطر ببالي إزاء ذلك الاهتمام أن أزيد في الفصول بما يسمح بجزء ثان وربما ثالث من الكتاب، فقائمة من قابلت طويلة لأن الأيام سمحت لي أن ألتقي بأقطاب الزمن الذي عشته ونجومه، وبالتالي فإن ما لدي فيه فيض وزيادة، لكنني انشغلت عن ذلك الخاطر بطوارئ الأحداث الجارية، وربما أن حظ الكتاب الأول جعلني أخشى من ثان يلحق به. ثم حدث أخيراً أن الصديق الأستاذ إبراهيم المعلم جاءني باقتراح إصداره من جديد، ولم يكن في مقدوري غير أن أستجيب، ثم أحسد الكتاب على حسن حظه مع قرائه، وبعدها أقدم شكري لكل هؤلاء الذين اهتموا به وأضعه تحت تصرفهم، عارفاً بالفضل داعياً وراجياً. محمد حسنين هيكل. تمهيد. هذا كتاب قد يبدو مختلفاً عن غيره، وإن كنت أرجو ألا يكون غريباً، ولا بد لي في بداية نشره أن أشرح موضوعه وأسلوبي في تناول هذا الموضوع ومقصدي منه في هذه الظروف بالذات. لقد اخترت له ومنذ بدأت فكرته باقتراح عام من هيئة تحرير القبس عنوان زيارة جديدة للتاريخ، والعنوان كما هو واضح من 3 كلمات: زيارة وجديدة وللتاريخ. وأريد أن أقف قليلا أمام كل واحدة من هذه الكلمات. فكلمة زيارة تعني إلى حد ما أنني أعود إلى لقاء أشخاص عرفتهم من قبل،
وعودتي إليهم الآن محاولة لتجديد المعرفة ولإبقاء حبلها موصولة وتوثيق أواصرها إذا استطعت. وهكذا فإنني أعود إلى أحاديث رجال أتاحت لي ظروف حياتي وتجربتي أن ألتقي بهم وأن أحتك بأفكارهم وآثارهم، وأن أسبر بقدر ما هو ممكن أغوارهم، وأحاول بقدر ما هو متاح استكشاف أسرارهم. وكيف ولماذا بلغوا من نفوذ على التاريخ الذي عشناه والذي نعيشه؟ وأشهد أنني كنت سعيد الحظ بمن لقيت، فلقد أتاحت لي ظروف أن أرى قمم عالمنا المعاصر، وأحياناً عشت وسطها، أراقب وأتابع مدركاً فيما بيني وبين نفسي أن الأيام منحتني شرف أن أتتلمذ على التاريخ نفسه بواسطة صناعه أو المشاركين مباشرة في عملية صنعه. ولقد كان بينهم ملوك وزعماء وساسة، وقادت حرب وأساطين علم وفكر، قامت أصابعهم خلال أربع حقب بين الخمسينيات والثمانينيات بتشكيل دنيانا كما نعرفها الآن. هذا عن الكلمة الأولى في عنوان الكتاب، وأنتقل إلى الكلمة الثانية، جديدة. وهنا تحتاج المسألة إلى توضيح دقيق، فأنا هنا أستعمل الكلمة بغير مدلولها الحرفي الضيق، بمعنى أنني لم أعد فعلا إلى زيارة كل هذه الشخصيات التي أكتب عنها، فذلك لم يعد ممكنا حتى ماديا بالنسبة لبعضهم. فهناك بينهم من فارق دنيانا ولم يعد في إمكان أحد منا أن يعود ليزورهم من جديد إلا في عوالم الفكر، وهذا ما أفعله. وصحيح أن بعضهم ما زال معنا، ولكني لم أعد إلى زيارة أي منهم مرة أخرى لغرض كتابة هذه الصفحات. هي إذن عودة بالفكر وليست عودة بالجسد، أي أنني أعود إلى أوراقي وإلى انطباعاتي، ثم أترك نفسي أفكر وأتأمل. أفكر وأتأمل بفعل المضارع، أي فيما هو قائم الآن، وبفعل المستقبل، أي فيما هو محتمل غدا، وليس فقط بفعل الماضي، أي ما جرى فعلا وكان. وبالطبع فأنا لا أنسب إلى غائب ما لم يقل مستغلا واقع غيابه، وبالطبع أيضا فأنا لا أنسب لأحد ما لم يسمح لي حاضرا بأن أنسبه إليه، وإن كان قد قاله لعلمي. فغياب أحدهم أو حتى حضوره مع مرور الأيام لا يعفيني من التزامي أمامه بحفظ ما أفضى به إلي ثقة وأمانة. لا أفعل شيئا من هذا أو قريبا منه بالطبع، وبالقطع فمثل ذلك خارج عن أصول القول وحدوده وحقوق المجالس وحرماتها. وإذن ما الذي أنوي فعله بالضبط في هذه الزيارة الجديدة للتاريخ؟ لعله يكون ملائما أن أتحدث أولا عما لا أنوي أن أفعله. إنني لا أنوي أن أعود للماضي بممارسة اجتراره، مضغه مرة أخرى وتكراره مرة ثانية. ثم إنني لا أنوي أن أجعله حديث الذكريات، مما يرويه الآباء للأبناء أو للأحفاد، يحكون لهم حكايات الماضي وقصص أبطاله بصوت يختلج فيه الدفء والحنين إلى أيام مضت ورجال ذهبوا ودنيا غير الدنيا وأيام تباعدت عن أيام. لا أفعل ذلك وليس في نيتي، فالماضي لا يعنيني على الأقل في فصول هذا الكتاب، وإنما الحاضر والمستقبل هما هاجسي وشاغلي قبل وبعد أي اعتبار. والسؤال الذي يثور هنا هو إذن كيف أزور الماضي وآخذ معي إليه الحاضر والمستقبل؟ وإجابة السؤال هي أن الجسد لا يستطيع ولا يقدر، وإنما الفكر هو الذي يستطيع ويقدر، الفكر ومعه التأمل. ومع الاثنين يقين بأن التجربة الإنسانية لا تنقطع، كما أن حركة التاريخ لا تتقدم من فراغ ولا تترك وراءها ثغرات يطل منها هباء أو خواء. بمعنى أدق فهناك كثير رأيته وسمعته في الماضي ولم أستطع أن أقدر في حينه معانيه الحقيقية أو مراميه البعيدة. ثم إن هناك كثيرا رأيته وسمعته وكان متاحا للنشر ولكني لم أنشره، لأن ضغوط الحوادث وتطوراتها في حينه
نقلت مواضع الاهتمام وغيرت مواقع التركيز. وكذلك فإن هناك كثيرا مما رأيته وسمعته اكتسب قيمة مستجدة عندما تعرض لاختبارات الحاضر، مما يجعله صالحا لقياس المستقبل. ثم إن هناك كثيرا مما رأيته وسمعته حوى دروسا وعبرة تستحق منا أن نراجعها ونستخلص منها ما يحتمل أن يكون غذاء لنا وزادا في ظروف قد تكون مشابهة ولا أقول متماثلة. وصحيح أن التاريخ لا يكرر نفسه لاختلاف ظروف الناس والأمم والأحوال، ولكن أليس صحيحاً أيضاً أن هناك قوانين للتاريخ، وأن هذه القوانين تعمل أحكامها إذا تجمعت عناصر وعوامل تستدعي مثل هذه الأحكام؟ إن كارل ماركس كان على حق حين صاغ مقولته الشهيرة: إن التاريخ لا يعيد نفسه، وإذا فعل فإنه في المرة الأولى مأساة عظيمة، وفي المرة الثانية ملهاة مضحكة. لكنه من الحق أيضاً أن نفرق بين عودة الماضي وهي مستحيلة، وبين سريان قوانين التاريخ وهي محققة. بقيت الكلمة الأخيرة في عنوان الكتاب وهي التاريخ، ولقد طفت حولها فيما ذكرت من قبل قليل، وإذا كان لي أن أضيف شيئاً فهو التأكيد على أن التاريخ ليس علم الماضي وحده، وإنما هو عن طريق استقراء قوانينه علم الحاضر والمستقبل أيضاً، أي إنه علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون. وهكذا فإنني أعود إلى شخصيات قابلتها في الماضي مستعيداً صورتها الكاملة أو شبه الكاملة في أوراقي، محاولاً برؤية معاصرة إذا استطعت تسليط أضواء على أجواء تحيط بنا في العالم العربي بالذات، مركزا على قضايا ومشاكل تستغرقنا اليوم وسوف تستغرقنا بعده وبعده. قضايا مثل الحرية والديمقراطية، قضايا مثل الحرب والسلم، قضايا مثل العلم والمعاصرة إلى آخره، قضايا تلح علينا في حاضرنا هذا وسوف يزداد إلحاحها علينا في صبح غد. هكذا خطرت لي ثم أمسكت بي هذه الفكرة: زيارة جديدة للتاريخ، مشاعل من معابد التاريخ لإضاءة تخوم جديدة في معالم التاريخ. وأخيرا في هذه المقدمة قد يسألني سائل: لماذا اخترت عددا محدودا أكتب عنه اليوم ضمن كل من قابلت من الكبار وهم بالعشرات على الأقل؟ وعلى أي أساس؟ وماذا كان معيار الاختيار؟ أهي الأهمية؟ أهو التسلسل الزمني للمقابلات أو ماذا؟ والحقيقة أنني لا أستطيع أن أقطع في هذه الأسئلة بجواب. إن الكبار الذين عدت لزيارتهم على صفحات هذا الكتاب لم يكونوا كل من رأيت من أقطاب التاريخ المعاصر، وبعضهم لم يكن من أهم من قابلتهم، خصوصا إذا قارنتهم بغيرهم. وإذن لماذا هؤلاء السبعة بالذات؟ أكاد أقول إن ما شدني إليهم في هذه الظروف بالذات هو ارتباط أدوارهم التاريخية، ومن ثم أحاديثهم معي وأحاديثي عنهم بعدد معين من القضايا الكبيرة التي تشغلني وغيري في الظروف التي جلست فيها لكتابة هذه الصفحات. ولعلي أجازف وأقول إن إلحاح قضايا بالذات هو الذي وجهني وربما دفعني إلى رجال بعينهم. قضية الديمقراطية هي التي ذكرتني بلقائي مع خوان كارلوس ملك إسبانيا. قضية الحرب والسلام هي التي ذكرتني بلقاءاتي مع مونتغومري قائد العالمين المنتصر. قضية الخطر الماثل في احتمالات الحرب النووية هي التي ذكرتني بلقائي مع أينشتاين صاحب نظرية النسبية، وهكذا وهكذا. القضايا كانت دليلي إلى الرجال، ولست أعرف إلى أي حد حالفني التوفيق في إقامة التوازن بين القضايا وهي حية وممتدة، وبين لقاءاتي مع الرجال وقد تمت كلها من قبل وتحددت نصوصها. ولقد حاولت، وأتمنى ألا أكون قد وقعت في خطأ مال معه الميزان أو اختلت به خطوط الحدود. وربما يسألني سائل أيضا:
ولماذا لم يكن بين من اخترت الكتابة عنهم الآن أحد من العرب؟ وردي أن ذلك اختيار اتخذته واعيا، ولقد كان في استطاعتي أن أكتب عن كل زعماء وملوك وساسة العرب في 40 سنة الأخيرة، لكني لم أفعل، على الأقل بين دفتي هذا الكتاب الحالي. وكان مبرري أمام نفسي أن زعماء وملوك وساسة العرب في هذه الفترة يلزمهم إطار مستقل، لأنهم أبطال قصة واحدة بأخيارها وأشرارها، ومن المعقول والقصة واحدة أن يكون إطار عرضها واحدة، خصوصا والقصة معقدة وبعض رجالها أكثر تعقيدا من كل ما تستطيع الوقائع أن ترويه ومن كل ما تقدر الكلمات أن تنبئ به. وأعترف أنه كان في استطاعتي أن أواصل الكتابة عن كثيرين غير من كتبت عنهم الآن دون أن أجد حدا أقف عنده، لكني، وهذا هو اعترافي، فرضت على نفسي أن أتوقف حينما بلغ حجم ما كتبته حجم كتاب طبيعي من كتبي وزاد. ولقد كانت أمامي وأنا أكتب قائمة تضم قرابة 60 اسما من الأعلام، وكنت أستطيع أن أستمر، ولكن كان لابد من نقطة يتوقف عندها الكلام. وهكذا لم أستطع أن أقترب من قلة بين كثرة. تمنيت أن أعود إليهم زائرة، مقبلا عليهم ومشتاقة، ذاكرا ساعات الطويلة في صحبتهم وفي حضرة التاريخ. بقيت كلمات شكر أراها حقا، فمن الحق أن أشكر هؤلاء الذين اقترحوا علي الفكرة المبدئية لهذا الكتاب، ومن الحق أيضا أن أشكر هؤلاء الذين جعلوا كتابته ممكنة بالنسبة لي، وذلك عن طريق عملهم وسهرهم على أوراقي. ولعلي أخص بالشكر منهم في هذا الكتاب السيدة نوال المحلاوي التي أدارت مكتبي لمدة 13 عاما صعبة، وبرغم كل ما تحملت به من مسؤوليات فإنها أعطت أولوية لعملية حفظ وترتيب مجموعات أوراقي الخاصة، وأدت ذلك بكفاءة وإخلاص وأمانة قل أن يكون لها نظير. وإذا كانت ذاكرة الكاتب باعتبارها حصيلة تجاربه هي بوصلة اتجاهه، فإن أوراقه هي خرائطه الملاحية في رحلة بحار الوقائع والتواريخ. محمد حسنين هيكل. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com.